هندخل على موضوع تاني ونتكلم على جامعة المنصورة اللي شهدت احتفالية لتكريم الفرق اللي فازت بجوائز التميز واللي بيتم تنظيمها ضمن خطة التحول نحو جامعات الجيل الرابع بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يعني في الحقيقة تعريف أو مفهوم جامعات الجيل الرابع بقينا بنسمعه كتير الفترة اللي فاتت مع عصر التطور التكنولوجي السريع ومواكبة التقدم أصبح من الضرورة أو من الأساسيات. النهاردة هذه الجامعات لها خصائص خاصة بيها زي التفكير النقدي، الإبداع الفكري، التعليم المبتكر، الحاجات دي كلها. هنعرف تفاصيل أكتر من دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. حابين حضرتك توضح لنا ما تشمل عليه جائزه التميز العلمي من تخصصات وقطاعات علميه. هدي تعتبر الدوره الثانيه في جامعه المنصوره لجائزه التميز الحكومي الداخلي الخاصه بجامعه المنصوره، والحقيقه بيكون بالتعاون بين الجامعه ووزاره التخطيط زي ما حضرتك ذكرتي، وبيكون التقييم تحت اشراف وزاره التخطيط. ولهذا العام تم اطلاقها من يناير الماضي، وعلى مدار عام كامل تم التقدم والتقييم من الفرق المدربه على هذا الشان. والحقيقه تقدم لنا بالنسبه عندنا ثلاث فئات، فئه المبادرات الابتكاريه تقدم 10 مبادرات، وفئه الكليات تقدم 14 كليه، وفئه فرق العمل تقدم 22. والحقيقه فاز من الكليات بالامس كليه العلوم المركز الاول، كليه الفنون المركز الثاني، وكليه الصيدله المركز الثالث. عندنا فرق العمل المركز الاول في مركز العيون للمستشفى مركز العيون في الجامعه، والمستوى الثاني او الفائز الثاني تطوير الريف المصري، والفائز الثالث مستشفى الاطفال. اما المبادرات الابتكاريه وكانت كليه التمريض هي المركز الاول، والمكتبه المركزيه المركز الثاني، ومستشفى البطنه التخصصي المركز الثالث. الحقيقه دي منافسه بتتم على المستوى الاداري وعلى مستوى اداء الخدمه، ودي بتكون افكار ابتكاريه بيقدمها كل فريق وبيتم تقييمها حيث نصل الى اعلى مستوى من الجوده والاداء والتميز اللي يرضي المجتمع المصري في ظل القياده السياسيه وفي ظل تحقيق رؤيه مصر 2030. طيب بيتم تقديم المسابقه من امتى يا فندم؟ قبلها من امتى؟ والمسابقه نفسها يعني كلمنا اكتر عنها، كام يوم؟ فترتها احنا بدانا من يناير الماضي، وضعنا الخطه واعلنا الجدائد، بالتالي بنترك للمتسابقين المده لا تقل عن شهر ونصف ان هم يقدموا مشروعاتهم، وبيتم رفعها الكترونيا، ثم يتولى فرق العمل تقييمها وعمل يعني شورت ليست، يعني قائمه مختصره للمستوفى الشروط، ثم يتم المقابلات تمت في شهر 6 الماضي، وبالتالي تمت زيارات في شهر 9 الماضي، واعلنت النتيجه بالامس امام الجميع. طيب حابه حضرتك كمان تكلمني عن لجنه التحكيم بالمسابقه، ازاي بيتم اختيارها لتقييم الاعمال المقدمه في مختلف القطاعات؟ دي تعتبر الدوره الثانيه في جامعه المنصوره اللي هي التميز الداخلي وليس التميز الوطني، احنا بنقدم بعد كده على التميز الحكومي على المستوى الدولي. ودي نقطة المسابقة على مستوى الجامعات المصرية. الحقيقة تم إعلان عن كل من توافق فيه الشروط من زعامين، وتم اختيار فئة من الجهاز الإداري وأعضاء التدريس، وبلغ عددهم 20 متدرب من إجمالي أكثر من 250 تقدموا، واللي أشرف على تدريبهم وتهيئتهم وزارة التخطيط. وبالتالي أصبحوا مدربين مقيمين معتمدين لدى وزاره التخطيط، وبعد ما بيصفوا الملفات ويعملوا قائمه مختصره بتاتي وزاره التخطيط تراجع عليهم وتحضر المقابلات والزيارات الميدانيه، وبالتالي بيكون وزاره التخطيط من خلال فريق جائزه التميز الحكومي اللي بيرأسه اللي بيشرف العام عليه السفير هشام بدر، بيتولوا هم اعلان النتائج او تحديد الفائزين من خلال الزيارات الميدانيه واطلاع الملفات. طيب زي ما يمكن قلنا في المقدمه ان مفهوم الجيل الرابع بقينا يعني نسمعه كتير قوي الفتره اللي فاتت. خطة تحول جامعة المنصورة لجامعة من جامعات الجيل الرابع، حابين حضرتك تحكي لنا أكتر عن هذه الخطة، ومثلا هل بتوفروا ورش عمل للطلبة؟ إزاي ده بيكون؟
هو الحقيقة طبعا جامعة المنصورة هي الجامعة الوحيدة في الجامعات المصرية اللي حصلت على الاعتماد الأكاديمي عام 2022، والحقيقة دخلنا في مسابقات على المستوى الدولة المصرية وفزنا بمراكز متقدمة في التميز الحكومي. عندنا مركز التقنية أصبح شركة خاصة اسمها شركة انطلاق، حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عام 2022. عندنا كلية الهندسة حصلت العام الماضي على المركز الأول. حاليا يعتبر مركز التقنية ده أصبح شركة انطلاق، يعتبر منارة بالنسبة لكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لأنه بيعتمد في كل الإعلان النتائج وكل التعاملات، سواء كان التعاملات اللوجستية أو التعاملات تقديم الطلبة أو دفع الرسوم، كلها إلكترونية. يعني عدنا بنستخدم التكنولوجيا في كل ما يتعلق بالعمليات التعليمية والإدارية. أيضا منذ 6 أشهر أعلنا أن التقدم والحضور للمستشفيات الجامعية اللي بيتعرض عليها ما يقرب من 2 مليون سنويا أصبح إلكترونيا. في أول يناير الحالي الشهر الحالي بنسبة 100% الحجوزات والحضور في المستشفيات الجامعية في 10 مستشفيات أصبح بنسبة 100% الحجز فيها إلكترونيا. يعني نسبة التحول الرقمي عندنا الحمد لله يعني متقدمة جدا. الامتحانات عندنا الصفات الإلكترونية تسأل في 6500 طالب يمتحن في وقت واحد على مستوى الجامعة، وده عدد ضخم جدا لا أعتقد يتوفر في أي جامعة. الحمد لله عندنا تطلع للأفضل في الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. طيب هل في نية إنه المسابقة تبقى موجودة بشكل سنوي ولا حسب ظروف التنظيم؟ لا، المسابقة بشكل سنوي، وبالعكس أنا أعلنت بالأمس مضاعفة القيمة المالية لكل متسابق ولكل فائز. يعني أعلى فئة كانت 80,000، تم مضاعفتها 160 لكي أحفز المتسابقين السنة القادمة أن تكون هناك منافسة أعلى من ذلك وتقييم على مستوى أعلى. بل بالعكس إحنا إن شاء الله سوف نقدم على المسابقة الوطنية لجائزة التميز الحكومي، وفي إن شاء الله مشاركة على المستوى الإقليمي على مستوى الجوائز الإقليمية الدولية، بحيث إن شاء الله نثبت للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي أن جامعة المنصورة من جامعات الجيل الرابع بحق، وأنها تستحق إن شاء الله تكون أحد أذرع الدولة المصرية في التنمية المستدامة. بالتوفيق يا فندم. بنشكرك دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، كل الشكر ليك.